الحيوان ده هو اعبط حيوان انت ممكن تشوفه في حياتك. اه والله زي ما بقولك كده والله، من كتر طبته وهبله بيموت. الحيوان ده اسمه حيوان الكوكا، ولو شايف اي حد معدي بيجري يحضنه زي العبيط وبيقعد معاه، وهتلاقيه على طول مبتسم. فكر كده تدور على جوجل هتلاقيه متصور مع ناس كتير قوي وكان بيضحك قوي في الصور. اي حد بيشوف الحيوان ده بيحبه جدا بسبب طبته. بس زي ما احنا عارفين ان الطيبه سلاح ذو حدين، زي ما هي ليها جانب حلو الناس بتحبه عشانه، ليها جانب وحش وان هي ما خلتوش يعيش، لان من كتر طبته اللي بتوصله لمرحله العبط واللي بيخليه يجري على اي حيوان زي الثعلب، وده للاسف بيموت بسبب انه بيتاكل. والحيوان ده مهدد بالانقراض. فظن الرساله وصلت، اوعى طيبتك توصلك لمرحله الهبل.